في زوم سور لافريك اليوم باش نرجعوا على قمه باريس، دونك اللي اجتمع فيها رؤساء الدول. القمه هذه كانت بمثابه بدايه فصل جديد او مرحله جديده فيما يخص التمويل العالمي. شفنا تشديد على الحاجه انه يصير تغييرات شامله في النظام المالي العالمي، انه يكون اكثر شموليه، انه يكون قادر على مواجهه تحديات كبيره موجوده. في الاختتام نتاع القمه هذه دونك خرج الميثاق المالي العالمي الجديد اللي يتبنى المواقف الكل اللي تم الحديث عليها او اقتراحها. وفما نقطه مهمه ترجع ل خلينا نقولوا لاكور نتاع بريتن وودز. لاكور هذه نحب نفكر انه لاكور كان تم نشره عام 1944 بعد الحرب العالميه الثانيه، وين كان الوضع الاقتصادي مختلف تماما على الوضع الاقتصادي الحالي. ف اللي تحدثوا فيه قاده الدول انه اليوم الميثاق هذايا بريتن وودز معناتها اكل عليه الدهر وشرب قديم ياسر ما يلبيش الحاجيات، فنطويو الصفحه هذيك ونبداو صفحه جديده في النظام المالي العالمي الجديد. تغييرات كبيره صايره ونتائجها مباشره على القاره الافريقيه اليوم. هو اليسار السومي هذايا الحق برشا عباد ما كانوش يستناو فيه، خاصه بعض المداخلات نتاع رؤساء الجمهوريه الافارقه اللي ما خلاو ما بقاو لماكرون في التدخلات في التدخلات نتاعهم المداخلات نتاعهم. انا واحد من الناس ما متابع بالكثب القاعد صاير في افريقيا، ولكن قليل اني سمعت رئيس الجمهوريه نتاع كينيا ولا رئيس الجمهوريه نتاع جنوب افريقيا. لحظه هذوما زوز حاجه تجمعهم اللي هما انجلوفون مش فرنكوفونيه، لك مش تابع البول نتاع فرنسا، ماخذين راحتهم على الاخر. فما ثقه شفناها بالحق. ايه ماخذين راحتهم على الاخر على اساس اكاويزي البنك مونديال بالطريقه هذه ولا سي في والسيستم اللي حطيته هنا هذا حتى لتوا ورا الليميت نتاعو. ما حدش مكمل بالطريقه هذه، حاطين اننا معناها مطبات كل مره ندخلوا فيها ناخذوا كريديات. القاده اللي يجي ياخذوا في الفلوس فما شيء يتحط ويقع الاستثمار نتاعو بطريقه مقبوله، وكثير منه يقع تحويله الى البنوك نتاعكم انتوما. هذا كلام تقال ديريكتومون، اذا هذا ماهوش وضع باش ينجم يكملوا به ونجموا نقعدوا 100 سنه كيما هكايا، ماهوش هذا الحل. الحل انه نلقاو صيغه جديده، انه ابارتيغ من توا الكل نتعاملوا مع بعضنا بنديه. بنديه من ناحيه، من ناحيه كنا فرد فلوك، لانه لما السفينه نتاع الاقتصاد العالمي باش تغرق تغرق كله مع بعضها. فماش بلدان باش تمنع وفما بلدان باش تخيب في المحك هذا اللي باش تعدى عليه. اللي باش يصير انه البلدان هذوما يقول لك توا ابارتيغ من توا اجا نقعدوا على طاوله واجا نحطوا قوانين لعبه جديده واجا نشوفوا طريقه جديده نتاع التعامل. بالنسبه لافريقيا من الاشياء اللي شفناها انه البنك الافريقي للتنميه باش يكون عنده دور اكبر بكثير من الدور اللي عنده توا. ما كاربيتر كاورجانيزاسيون افريكان ورات الجديه نتاعها، ورات الجدوى نتاعها، ورات النجاعه نتاعها في التطرق للملفات الافريقيه. بالاضافه لهذا ما شفناش حاجه واضحه من ناحيه اش باش يصير، ما خرجناش افيك دي بلون داكسيون كلير، يعني اكثر منها الوقت الحالي اكسبرسيون تاع رالبول يزي فدينا اون بو بلو كونتينيو كوم سا، ويزم نلقاو حل اخر. شنو هو حل اخر؟ شنو هو الوقت الحالي؟ ما فماش حاجه كلير، فما شويه افكار، لكن نعتقد انه الاجتماع نقطه تحول سيليه اجتماعات اخرى باش يكونوا اكثر دقه من ناحيه التصورات ومن ناحيه البرامج اللي باش يقع هيكلتها. هو يمكن اللقاء هذا اللي صار هو بلوره نتاع مجموعه من الافكار، وشفنا زاد النديه يتحدثوا بها مختلف الرؤساء الافارقه، وحتى الرئيس قيس سعيد كان عنده مداخله زاد واضحه وصريحه تخص الدور نتاع الغرب على المستوى الاقتصادي والاخطاء اللي قاموا بها، مثلا وقت اللي تحدث على الاحتباس الحراري والازمه المناخيه، وكيفاش اليوم القاره الافريقيه تعاني من تبعات الازمه هذه اللي متسابين فيها الدول العظمى الدول الصناعيه الكبيرة. ان توكا سيت اون افير ا سويفغ. اليوم العالم قاعد يتغير هذا مما لا شك فيه، ولكن بنسق سريع وسريع جدا. تفضل سي رضا. هو 44 خرجت ثلاث حاجات، خرجت لاكورد تاع البنك مونديال معناها
ولا لاسيفي دونك الاي اف سي اللي هو ذراع التمويل نتاع البنك مونديال، وعندنا ناسيونز يوني. هذوما ثلاثه وراوا اليوم انهم مش ممكن ان يكملوا يواصلوا بالعمل نتاعهم بالطريقه اللي خدنا احنا تعودنا بها. فاليوم جاء الوقت لتغيير نمط شغل هالثلاثه منظمات لاسيفي والبنك مونديال والناسيونز يوني. الثلاثه هذوما جديا قاعد تتطرق الى تغيير النمط نتاعهم. اكيد جدا. احنا باش نتعداو لاخبار اخر يهم القاره الافريقيه ويهم العالم. توتفاسون فاغنر الاسبوع الفارط الكل الناس كل تقريبا وليت معناتها مختصه في التحليل العسكري وتبع فيه سيد بيه شنو يعمل وش بيه وعليه. نرجع معاكم اذا كان انتم ما سمعتوش والا ما تبعتوش. تم اتهام الجيش الروسي بقصف بعض المعسكرات الخاصه بمجموعه فاغنر. هذه هي ميليشيا ما هيش تابعه للجيش الروسي بالطبيعه. شو بالطبيعة هذا ما يقوله بوتين، هذا ما يقوله بوتين وهي قانونيا شنو فاهمين. ولكن السيد هذايا اللي يراس الميليشيا هذايا نحب نفكروا اللي هو كان الكوجيني نتاع بوتين في فتره من الفترات. عيطوا له كوجيني، ما كانش كوجيني لان فما تصويره وراه هو فما برشا تصاور خرجوا عليه. ولهيك معناها خاطر تعرف بوتين ما تيثق الناس الكل ايش قاعد ياكل دونك دو فيغ اتونسيون. اي با وي وهذاك علاش انا ماشيه في الليبوتيز نتاع كان يعطي فيه الثقه. بو من بعد شنو صار؟ السيد هذايا بمجموعته كان متوجه لموسكو للإطاحة بالعاصمة الروسية ومن بعد تراجع. فاغنر اسمه مش كافي بيلاروسيا ولا أوكرانيا ولا روسيا، الحضور نتاعو نتاع الميليشيا هذايا موجود زادة في البلدان الإفريقية وكنا تحدثنا عليها وقت تحدثنا على مالي. اليوم كل ما يصير مشكلة نلقاو الجروب هذايا موجود وفما أصلا من المواطنين الأفريقة في العديد من الدول دعوة أنه روسيا تجي. فاللي صار اليوم في بيلاروسيا واللي صار في موسكو اوكرانيا من طرف الميليشيا هذا كيفاش ينجم ياثر اليوم على الوضعيه نتاع البلدان الافريقيه؟ النداء اللي صاير في روس اللي صار في اوكرانيا اترافير فاغنر وبريغوجين قصه. حتى كان جاء واحد في هوليوود عمل سيناريو نتاع جيمس بوند ما يخرجهاش بالطريقه هذيك لانه سيناريو رديء جدا من ناحيه الصياغه نتاعو. السيد هذا تعرف 30 سنه عمره او 62 63 سنه توا بريغوجين 30 سنه كون دافي 30 سنه 30 سنه في الحبس. اي عنده عنده الى ايتي بيان فورمي ما نخرج حبوسات شنو كيفاش خرج فلانسا هذه 30 سنه. النقطه الحاجه اللي هي لانسيتو اليوم من سان بيترسبورغ اللي هي المدينه اللي كان فيها بوتين رئيس بلدي. دونك الاثنين عرفوا بعضهم في سان بيترسبورغ والدبلات وعدلوا برشا دي كونترا نتاع ماكله ريستوراسيون وكل شيء للبوليسيه وللشرطه وللجيش في المنطقه نتاع سان بيترسبورغ. هذا خلاه منه بالكل يربي شويه ريش بعد خروج نتاعهم من الواحد. ولكن هذا من الانسان القراب ياسر لبوتين ويعطيه ثقه كبيره ياسر بوتين. رسميا طبعا فاغنر ما عنده حتى علاقه بروسيا وما عنده حتى صله بها. هذا رسميا ايش قاعد يقولوا بوتين. اما في الواقع ما فماش حاجه اقرب لبوتين من فاغنر ومن بريغوجين. اللي صار الويكاند اللي فات معناها حتى معناها ما صدقتش قاعد يصير. معناها فجاه الراجل هذايا ينقلب على الصانع نتاعو اللي خلقه اللي هو بوتين وياخذ الموكب بتاع السيارات نتاعه ويمشي لموسكو وفجأة قبل 300 كيلومتر يبطل يعاود يرجع شنو يحكي قلت لك حتى معناها سيناريست نتاع هوليوود باش نحكيو على اون ميز اون سين. سي اون ميز اون سين اذا كان هي سي اون ميز اون سين شنو هو الاهداف نتاعها؟ معناتها اذا كان نقراو بين السطور ونحاولوا نفهموا اللي صار في الويكاند اللي فات من طرف فاغنر والخطاب نتاع بوتين زاد اللي خرج وقال انه هذا مثل طعنة في الظهر ونحن باش معناتها باش نلقاو حل وباش ننتقموا. يعني انا واحدة من الناس مثلا نحب نفهم مازلت ما لقيتش مربط الفرس معناتها باش نفهم الوضعية شنو. باش تفهم نذكرك الرواسة هما لي شامبيون دي موند نتاع لي زيشيك في العالم. بتلعب مع شطرنج بتلعب مع شطرنج تعلم. مطرح مزاكي بدا يتصل. مزاكي بدا شطرنج مازال يلعبوا مليح الجماعة هذوما. احنا تعودنا نلعبوا ان ولا دو كو قدامنا هذوما يلعبوا 5 6 كو قدامك. فملعب كبيرة قاعد يلعب فيها بوتين والجماعة اللي معاه وهذا ما لارين ولا لوروا في الطرح الكل هذا بريغوجين المافيو هذا اللي قاعد يخدم قريب ياسر بوتين ما نجمش يهرب بوتين وما نجمش ما عنده يهرب من بوتين بعمليه كيما ما تتعدلوش يلعب روحه.
دونك هذا السينما اللي جاء ومن بعد جاء الاخر تاع بيلاروسي وقالوا لا ولا ما صار هاي هز وليداتك وبعد عاود ارجع ما فما حد شيء بوس عمك وفما حد شيء ما يجيش احنا علاش بدنا الموضوع في برنامج على التاثير على التاثير على افريقيا افريقيا برانسيبالمون مالي وافريقيا الوسطى افريقيا الوسطى هي كانت الاولى بالكل عيطت الفاغنير باش دافع على الحاكم اللي موجود نفس الشيء صار في مالي لما في مالي حابه تخرج فرنسا من الاراضي نتاعها عيط الفاغنير كيف كيفاش شوفوا في العلامات الروسيه والميليشيات توا فاغنير في كل بلاصه مش كان في هذا بركه هذا تعرفش اللي فاغنير موجود حتى في ليبيا متواجد اللي في ليبيا موجود مرام شكرا بالخير اي لا موجود خاطر لازم نفهم واش معناها رانا كما اللي فات كي قلت رانا مانيش بعاد رانا مانيش بعاد موجودين في السودان قصة بريغوجين في 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 روسيا هي نفس قصة حميدتي بالضبط انا قبيله فوالا باش نقول في السودان فما اون انالوجي اليوم حميدتي في السودان كيف كيف كيما الاخر يعني هذوما سي دي مارسونير كي اون ايتي فينونسي ارمي لونسي في البلاد وبعد ولا هو تقوى على على عرفه ولا المقتلة اللي صارت في السودان شنو هي قصه هي نفس الحكايه الفر سوف السودان ما عندهمش الخبث نتاع نتاع لي روس ان توكا نحن كما قلت انت هذايا يمكن المرحله الاولى في مراوغه روسيه مازلنا باش نتابعوا التفاصيل نتاعها ان توكا ترحلوا ترحلوا تبع تبع اقل الاضرار هذايا اللي نتمنوه ميرسي بوكو يعطيك الصحه سي رضا مازلنا مكملين معاك باش نمشيو بعد شويه نحكيو على قطاع الطيران في القاره الافريقيه مازال كهبط الترتيب نتاع دوك الشركات الطيران مش عجب نضحك انا الترتيب ديما على الاقل حاجه تضحكنا ابارامون لو كونتوني ما يضحكش مي على الاقل دوك ست شركات افريقيه موجوده في التوب 100 لاحسن شركات طيران الافريقيه هذا الكلاسمون نتاع سكاي تراكس 2023 باش نكتشفوا الترتيب معك انت سي رضا وفوالا باش نعقبوا من بعد ببعض ما نحبش نقول نصائح او تعليق فيما يخص النقله الوطنيه ولكن نرجع لها تو دو سويت في روت لافريك